تاعكم ولا بسكن في المنطقة هذه بقالي تقريبا 5 سنين. فضل هذه المنطقة لا بيوجد فيها مية ولا بيوجد فيها كهرباء، وإن أجانا الكهرباء بيجينا أقل حاجة بكتير وساعتين طول النهار وطول الليل، ولا بنلاقي تدفئة ولا بنلاقي حياة ولا بنلاقي حاجة، لا عشان نولع للأطفال وندفيهم في السقعة هذه بنطلع على المزبلة. الله يعزك المزبلة اللي ورانا، نلم شوية خشب أو نلم حطب عشان ندفي الأولاد، وفي نفس الوقت وإحنا بندفيهم بننسى النار بتولع كل البيت اللي إحنا فيه. اسمه يا ماما بعد لا يا شيخ. فاحنا بنطلب من شركة الكهرباء انها تصلح قصة الكهرباء هذه وتشوفنا، ونوجه الرسالات هذه للناس اللي بيقدروا بيطلع في ايدهم الكلام، لانه انا بني ادم بجيب بلاستيك من المزبلة عشان اولع نتفه نار للاولاد، وشمع بهدله والصغار بولعوا النار حرقوا الدار كذا مرة. واحنا بنطلب من الله يعيننا ويعيننا شركة الكهرباء تشوف لنا الموضوع هذا. والله لو شفتوها تو هذا التقرير. يا مال البر. ولد 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 هناك ازاحة. كمان كمان نتفزع. لا بدي اخليها سرقة سروق يا راجل، انا بس عشان. عمر صور مع بعض. صور صور اشرب شاي، قول له صور. المهم عملت له اياها صح؟ المهم لقيتها.